بسم الله الرحمن الرحيم. قلنا في الحلقة السابقة أن أصحاب الأطباق الطائرة ليسوا زوارا من كواكب أخرى، وقلنا أن سفينة الفضاء الأمريكية جاليليو التي تم إطلاقها عام 1989 ميلادي بمسح جميع النجوم والكواكب الموجودة على الأرض حتى مسافة 450 سنة ضوئية، فلم تعثر على مجموعة شمسية واحدة تضم مجموعة من الكواكب تصلح إحداها للحياة. ومعنى ذلك أن الأطباق الطائرة لو كانت قادمة من كواكب أخرى فستكون من كوكب أبعد من مسافة 450 سنة ضوئية، يعني 9467 مليار و280 مليون كيلومتر، ويضرب هذا الرقم في 450 لنحصل على رقم فلكي آخر يساوي المسافة بيننا وبين آخر نجم رصدت سفينة الفضاء جاليليو إشارات منه تدل على عدم وجود كواكب تابعة له. فإذا كانت الأطباق الطائرة قادمة من كوكب يبعد عنا أكثر من 450 سنة ضوئية، ونفترض أن تسير هذه الأطباق بسرعة تقترب من سرعة الضوء، وهذا محال للأسباب التي سبق إيضاحها طبقا للنظرية النسبية، يعني المادة تتلاشى عند سرعة الضوء. فمعنى ذلك أن الطابق الطائر سيستغرق خلال رحلته إلينا أكثر من 450 سنة، هذا بفرض أن هذا الطبق الطائر يسير بسرعة الضوء. وإذا اكتشفت سفينة الفضاء جاليليو في السنة القادمة عدم وجود كواكب حتى مسافة 1000 سنة ضوئية، فمعنى ذلك أن الأطباق الطائرة لا بد وأن تكون قد استغرقت خلال رحلتها إلينا أكثر من 1000 سنة ضوئية إذا كانت تسير بسرعة الضوء أو بسرعة تقترب منها. أما إذا كانت تسير بسرعة تساوي نصف سرعة الضوء فسيتضاعف عدد السنين، وإذا كانت تسير بأقل بكثير جدا من سرعة الضوء فستحتاج إلى ملايين السنين خلال رحلة سفرها من الكوكب الآتي يمينه حتى تصل إلينا. فإن كانت الأطباق الطائرة قادمة من كواكب أخرى فكيف تغلبت على مشاكل السفر في الفضاء خلال رحلة سفرها التي استغرقت آلاف أو ملايين السنين؟ وكم كلفتهم هذه الرحلة من أموال؟ وما هو العائد الذي سيعود عليهم من وراء غزو الأرض؟ وهل سيعوضهم هذا الغزو عن الجهد والأموال التي تكبدوها خلال رحلة السفر؟ وما هي أعمار هذه المخلوقات التي وصلت إلينا؟ وهل سيعودون إلى كوكبهم مرة أخرى أم أنهم خرجوا من كوكبهم ولا يأملون في العودة إليه مرة أخرى؟ وكيف تغلبوا على مشاكل السفر في الفضاء؟ وكيف قطعوا المسافة بيننا وبين كوكبهم والتي تصل إلى مليارات الكيلومترات بأطباقهم الطائرة التي لن تصل سرعتها إلى سرعة الضوء أبدا، وللإشارة سرعة الضوء 300 ألف كيلومتر في الثانية، إلى آخره من الأسئلة التي تدور في أذهاننا. وبالقطع فجميع هذه الأسئلة ليس لها إجابات واحدة مقنعة، هي جواب واحد مقنع هو أن الأطباق الطائرة من المستحيل أن تكون قادمة من كواكب أخرى طبقا للمعلومات المتوفرة لدينا حتى الآن عنها، وطبقا للنظريات العلمية التي تبوت صحتها والتأكد منها عن الكون ومكوناته والمسافات بين النجوم وبعضها البعض وعن المادة والطاقة وسرعة الضوء إلى آخره ومشاكل السفر في الفضاء وصعوبة التغلب عليها. وحتى لو كان هناك مخلوقات من كواكب أخرى تستطيع الوصول إلينا والتغلب على مشاكل السفر في الفضاء بطريقة ما، رغم أن العلم يرى استحالة ذلك خاصة إذا جاءت هذه المخلوقات على مركبة فضائية أو طبق طائر، لأن الطبق شيء مادي وسيتلاشى إذا سار بسرعة الضوء. فهناك أكثر من دليل سنقدمه في الحلقات المقبلة إن شاء الله يثبت أن هذه المخلوقات ما هم إلا شياطين وجن وأنهم جنود المسيح الدجال، وأن جميع الأبحاث والتجارب التي قاموا بها على البشر والحيوانات والنباتات تهدف إلى تمكين الدجال من السيطرة على الأرض وصنع الفتن التي سيضل بها البشر. ونعود إلى حادثة ديونيسيو جانكا. نشرت هذه الحادثة في مجلة الناس وأحداث الساعة الأرجنتينية في عددها الصادر في 8 نوفمبر 1973 ميلادي، وبعدها توالى نشرها في جميع مجلات وكتب الأطباق الطائرة وملخص وما يلي. في يوم الأحد 28 أكتوبر 1973 ميلادي كان السائق ديونيسيو جانكا يقوم بنقل شحنة بسيارته إلى منطقة ريوجا جيجوش الأرجنتينية، وأثناء رحلته أحس أن الإطار الخلفي للسيارة به خلل فتوقف لاستبداله، وأثناء عملية الاستبدال اقترب منه طبق طائر ثم اختفى وراء الأشجار، وبدأ يحس
بنوع من الارتخاء، ثم توجه إليه ثلاث مخلوقات كانوا رجلين وامرأة، شعرهم أشقر وطولهم يتراوح بين 170 إلى 175 سنتيمتر، ولباسهم رمادي مماثل للباس الغواصين، ووجوههم تشبه وجوهنا، وعيونهم جاحدة، وأصواتهم تشبه صوت المذياع غير المضبوط. بعدها رفعه أحد الرجال من أعلى سترته دون عنف وحاول الكلام، ولكن لم يصدر من فمه أي صوت كأنه أخرس. ثم أمسكه الشخص الآخر ووضع جهازا يشبه ماكينة الحلاقة على أحد أصابع يده اليمنى، وبعد ثواني معدودة سحب الجهاز فأغمي عليه ولم يتذكر شيئا بعد ذلك. وعندما أفاق وجد نفسه ممددا على الأرض بجوار عربات سكة حديد قديمة. تبين للخبراء عند معاينة موقع الحادث أن هذا المكان يبعد 10 كيلومتر عن المكان الذي وجدوا فيه سيارته، ووجدوا أن هناك زمنا حوالي الساعة ضائعا من ذهنه لا يعلم أين قضاه ولا ماذا حدث له فيه. وبإجراء جلسات التنويم المغناطيسي عليه تذكر ما حدث له، فقال إنه شاهد ثلاثة مخلوقات تنزل من الطبق الطائر على حزمة من الضوء، ثم أخذوا عينة من دمه عن طريق جهاز يشبه ماكينة الحلاقة، ثم أدخلوه الطبق فوجد فيه أجهزة تشبه أجهزة التلفزيون، وأجروا عليه مجموعة من الفحوص، وقال إنه شاهد وهو داخل الطبق أسلاكا تخرج من أسفل الطبق إلى النهر الموازي للطارق، وسحبوا منه كمية من الماء بواسطة هذه الخراطيم، ثم أوصلوا هذه الأسلاك بأسلاك الكهرباء الموجودة على الطريق، وسحبوا عن طريقها كمية كبيرة من الكهرباء، وفي آخر لقاء ألقوه على حزمة من الضوء إلى الأرض. وقد تأكد العلماء من صدق هذه الحادثة بعد تطابق أقوال ديونيسيو قبل التنويم المغناطيسي وبعده، كما حقنوه بحقنة بينتوتال صوديوم أو مصل كشف الكذب كما يسمي العلماء، ولم يكتشفوا أي تناقض أو خداع في روايته. ووجدوا في أصبع السبابة بيده اليمنى آثار وخز للآلة التي سحبوا من خلالها عينة الدم منه، ووجدوا وخزا بفروة رأسه من آثار الإبر التي كانوا يسحبون بها عينات من جمجمته، ووجدوا برأسه آثار تورم دموي. هذا بالإضافة إلى أن اللجنة التي قامت بمعاينة مكان الحادث وجدت أن السلك الكهربائي الذي قاموا بسحب الطاقة الكهربائية منه مقطوع. أيضا تأكدوا من شركة كهرباء بيونس آيرس أنه في يوم الأحد 28 أكتوبر 1973 ميلادي ما بين الساعة 2 والـ3 صباحا زاد استهلاك الطاقة الكهربائية بشكل غير طبيعي في باهيا بلانكا التي وقع الحادث على بعد 19.5 كيلومتر منها، وهو نفس اليوم ونفس التوقيت الذي وقع فيه الحادث. أيضا اكتشفوا أن ديونيسيو كان يعاني بعد الحادث من كوابيس وأحلام مزعجة أثناء النوم، وفيما يلي وصف للحادث بالصور رسمه العلماء طبقا للأوصاف التي أدلى بها ديونيسيو جانكا. الطبق الطائر يقترب من سيارة ديونيسيو، ثلاثة أشخاص ينزلون من الطبق الطائر على حزمة الضوء، مخلوقات الطبق الطائر تسحب عينة دم من أصبع جانكا بواسطة جهاز صغير، المخلوقات تصطحبه إلى الطبق خلال حزمة الضوء، ديونيسيو جانكا داخل الطبق يراقب ما يحدث حوله، المرأة تأخذ عينات من رأسه بواسطة قفاز به إبر، أصحاب الأطباق الطائرة يلقون جانكا إلى الأرض من خلال حزمة الضوء بعد انتهائهم من التجارب التي أجروها عليه. ولنا في الحديث بقية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.